وإلى وسائل التواصل الاجتماعي وأمهات الشهداء، شهداء نابلس بالأمس. ونبدأ من يعني فيديو لأم الشهيد قصي التميمي وكيف كان يمازحها ابنها وماذا كان يقول لها. خلينا نتابع مع بعض. جملة كان يظل يحكي أنا لما استشهد بديش أشفع لحدا فيك. أسألتك أبصر يشفع لنا عيب ولا لا. قصي حن واحد وأطيب واحد، هم كلهم الله رضى عليهم حنونين وطيبين، بس هو كثير نغش وبزت حكي يعني أطلع على الناس ما شاء الله عليك يعني، بس لما يغيب بكينا نكتئب يعني، بسوي أجواء زي ما تقول هيك، كثير بعمل أجواء في الدار، أرضى عليه ويسهل عليه. إيش آخر إشي صار بينك وبينه؟ اللي صار مو تقريبا آخر أسبوع ما شفته كثير فيه، ينام في النهار ويكون في الليل، بس مبارح آخر إشي حكى لي إذا بنوا المستعمرة تحت اللي بدهم يبنوها في عند البرج على جثتي، هذا الحكي والله ما يصير يعني على جثته مش رح يصير. يعني مشاهدينا ربنا يتقبلهم في الشهداء، بس إذا بتلاحظوا أنه كل أمهات الشهداء تقريبا لما ينطلب منهم يحكوا عن الشهيد بيحكوا أنه كان أحن واحد وأحسن واحد وأتقى واحد، وهذه الأم يعني هي تتكلم وتضحك وتتذكر مواقف له، فبالتأكيد ربنا رابط على قلوبهم وما شاء الله عنهم. يعني كان يمازحها ويحكي لها أنا مش حشفع لكم إذا متت شهيد، وهي عم تضحك وتتذكر هالكلام، أكيد كان يمازحها. خلينا نشوف أم الشهيد إبراهيم النابلسي وهي تقدم وتواسي، تقدم العزاء وتواسي أم الشهيد قصي التميمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها يا الله، اللهم أجرك يا الله مصيبتك يا الله واخلفني خيرا منها يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله يا أمي، والله ما بنبكى عليهم، والله يا يمي بنهني فيهم، بنقول الحمد لله الشهادة مش مين ما كان بنانا يا يمي، بحياة ربك، باصطفاء ربك باصطفي خيرة خلقه، خيرة شباب ربك باصطفي يا حبيبتي، بحياة ربك يا يمي، بالدار الأخيار رب العالمين اللي بيستاهل الشهادة، لأن الشهادة منزلة رفيعة ما بيستاهلها مين مكان يا يمي، الحمد لله رب العالمين، الله يحمى شبابنا يا يمي اللي جوا، ربي يحماهم ويقمعهم. يعني فقط في فلسطين أم شهيد تواسي أم شهيد وتصبرها وتثبتها، و يعني ما شاء الله الكلام اللي عم تحكيه أم الشهيد إبراهيم النابلسي. ما نستعجب ولا نستغرب لأنه اللي بيربوا هيك أبناء أبطال وبيكونوا شهداء ونشوفهم على الشاشات كيف بطولتهم ورجلتهم، نعرف أنه وراهم آباء وأمهات كمثل هذه الأمهات. أيضا مشاهدينا، خسئ الاحتلال إن ظن أنه يكسرنا، كلمات تلامس الوجدان من زوجة الشهيد تامر الكيلاني، رغم حزنها لكنها قالت هذه الكلمات. خلينا نشوف شو حكت زوجة الشهيد تامر. طب التامر هو بستجد من شو حبيت ورح أظل أحبه لآخر يوم حياتي، وأنا باستشهاد جوزي ما قصرت، خسر الاحتلال فكرنا نكسرها، أنا حاصل أمان حاصل أمان، كان يحكي لي شيء ما قلت جوزنا أنا هذا ضربي مش عليكم، حكيت له أنا معك أنا مش حق برضو أتركك عشان هذا الشيء، ورح أظل معك حبيته، حبيت طيبته وحنانه علي، كان أكبر مني ب 12 سنة تامر كان أبوي، سري تامر أخوي، كان صاحبي تامر، استدعي ضرح بسرعة حبني تامر، كان يحكي لا يغير الله قوما حتى يغير ما بأنفسهم، أنا غيرت كل إشي عشان رب العالمين، وأنا طلبتها من جواتي، آخر فترة تامر بدل الصلاة صلاتين عيد ورا بعض، احكي له إياه، احكي له تامر خايفة علي، احكي له تخافيش علي، وأنا استشهدت شيماء. الحياة فاني، هذه دار فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا المصبرني عند رب العالمين في ملتقى وما في فراء ولا موت. حذاحة وسيدة محمد. الله يتعالى عهد يا حبك. ما بدل لما بقرأ ما بدل لنا تابع ونقلت. أنا حبيت ورح أظل أحبه لآخر يوم حياتي. بدي أخ شهيد. زوجي شهيد. أخوي إلي 5 سنين مستشهد. ربنا يتقبل في الشهداء ويجمعك به في جنات النعيم. هذه هي الزوجات حافظات القرآن واللي
تعهدوا لأزواجهم إنه حنربي أولادكم على دربكم وعلى نهجكم وعلى حفظ القرآن، وتعهدت أن تحفظ أبنائها القرآن كما طلب منها الشهيد البطل تامر الكيلاني. وكل الشهداء هم أبطال، وهم يعني تركوا من خلفهم زوجات كهذه الزوجة. إذن مشاهدينا، من برق ورعد فلسطين والذي أحرق الاحتلال وأضاء لنا يعني بشائر النصر، إلى برق ورعد اللي كان عندنا اليوم صباحا فجرا، حيث يعني كان في أيضا متداول مشاهد وفيديوهات وتعليقات حول حالة عدم الاستقرار والبرق والرعد اللي كان صباحا، صراحة كان مرعب كما وصفه البعض. هناء علي بتقول: رعد وبرق في محيط مدينة إربد، وهي صورت جزء من هالمشاهد. إذا في فيديو، نعم. يعني زي ما أنتم شايفين، كان أول إشي يطلع الضوء بعدين يطلع الصوت. زي ما أنتم شايفين، كان صراحة في أوقات يكون مرعب، ما سبق أبدا وإنه أنا صراحة سمعت زي هيك أو شفت زي هيك. أيضا حمزة يقول: سمع عمر بن الخطاب صوت الرعد فبكى بكاء شديدا، فقال له أحد رفاقه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا صوت رحمته، فكيف صوت عذابه؟ اللهم رحمتك. يعني هون في صراحة تعليقات إنه مش الخليفة عمر بن الخطاب، إنما هو عمر بن عبد العزيز اللي علق هذا التعليق. بغض النظر، لكن أكيد التعليق صراحة مؤثر جدا. أيضا إناس جابر بتقول: تزامن لفظ الله أكبر مع صوت الرعد، الله أكبر والعزة لله. خلينا نشوف هالفيديو. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله، اللهم حوالينا ولا علينا. طبعا أيضا اليوم حيستمر هذا الكلام مساء. مرفت الحسيني بتقول: رعد وبرق ومطر شديد، اللهم لطفك. طبعا مرفت من مصر. يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وإن أخافتنا سواعق الكربات فإن لنا في الله طمعا أن يغيثنا بالسحب المثقلة بالفرج الكبير العظيم. اللهم غيثا صيبا نافعا بالفرج العظيم، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، بتغريدة مرفت نختتم يعني اليوم المتداول على وسائل